يسرنا أن يكون معنا هنا في استوديو سكاي نيوز عربية معالي وزير الخارجية الأردني الأستاذ أيمن الصفدي. مرحبا بك معالي الوزير. لقاءات كثيرة كانت لكم على مدار هذه الأيام القليلة. أولا دعني أسألك عن لقاء اليوم مع الوزير بومبيو. كان هناك اليوم لقاء مهم جمعك أنت ووزير الخارجية المصري ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي لبحث الصيغة التي أشار إليها الرئيس ترامب فيما يتعلق بهذا التحالف المنوي تشكيله. هل لك أن تعطينا فكرة أولا ما هي صيغة هذا التحالف، الأهداف من وراء إنشاؤه وكل هذه الأمور؟ مهند، بكل صراحة الصيغة النهائية لم تتبلور. دعت الولايات المتحدة كما ذكرت اليوم وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ومصر ونحن في المملكة لاجتماع لبحث آلية، أفكار لآلية جماعية للتعامل مع التحديات الإقليمية في المنطقة. طرحوا هذه الأفكار وطرحوا آلية هذا التعاون، ونحن موقفنا واضح بأننا نؤمن دائما بأن هنالك حاجة لعمل جماعي لمواجهة التحديات، لأن أثر هذه التحديات علينا جميعا بغض النظر أين كانت في منطقتنا. أفكار مبدئية ما زالت تفاعل معها الجميع بأننا سننخرط في حوار بالنهاية يستهدف التوصل إلى آلية تساعدنا على أن نحقق نتائج أفضل في التعامل مع التحديات، ووفق من وجهة نظرنا كأردن نظرة شمولية تأخذ بعين الاعتبار أنه يجب التعامل مع كل قضايا المنطقة بهدف التوصل لحلول سياسية لها، وفي مقدمها بالنسبة لنا القضية الفلسطينية التي نعتقد أنها أساس التوتر والصراع في المنطقة، وأن حلها على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 67 وعاصمة القدس هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار. ما تزال أفكار طرحت للبحث، واعتقد ان البحث سيتواصل للتوصل الى ما هي الصيغه التي ستتبلور نتيجه المحادثات الجماعيه ما بين الاشقاء ومع الولايات المتحده. اذا نحن نتحدث عن مظله اوسع من مجرد تعاون امني او تعاون عسكري او اهداف لها. من دون الدخول بالتفاصيل، ما طرح هو افكار مبدئيه لدراسه كيف يمكن ان نعمل معا من اجل معالجه التحديات الاقليميه بما يسهم في تحقيق هدفنا المشترك في بناء الأمن والاستقرار في المنطقة والتعامل مع جميع مصادر التهديد لهذين الأمن والاستقرار. طيب مع الوزير دعني أنتقل إلى الموضوع السوري. الموضوع السوري موضوع رئيسي مطروح على جدول أعمال على الأقل النقاشات الدائرة على هامش هذه الجمعية العامة. حتى الآن الدور العربي غائب عن هذه الأزمة، الملف يتم التعامل معه من الخارج، روسيا إيران تركيا بشكل أساسي، الدور العربي تقريبا صفر. لماذا؟ وهل هناك أي يعني نية لأن يكون هناك دور عربي فاعل في المرحلة القادمة للتعامل مع هذا الملف؟ الدور العربي الجماعي غائب، لكن هنالك محاولات لكثير من الدول العربية للتعامل مع هذه الأزمة بهدف حلها. نحن في الأردن من البدء نعمل على التوصل لحل سياسي لهذه الأزمة. هذه الأزمة طالت، ولدت قتلا وخرابا ودمارا تدفع المنطقة كلها ثمنه لسنوات كبيرة، وضحيته الأكبر كانت الشعب السوري الشقيق الذي يعاني القتل والخراب والتدمير إلى غير ذلك. نحن الآن نتحدث عن ضرورة وجود مقاربة تسمح بدور عربي أوسع. اجتمعنا في الجامعة العربية منذ أيام وأكدنا على ضرورة أن يكون هنالك مقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات وتضع مصلحة الشعب السوري فوق أي مصلحة أو أي اعتبار آخر، وتحميها من صراعات الأجندات الإقليمية والدولية. من هذا المنطلق نريد أن نعمل على حل سياسي. هذا الحل السياسي يجب أن يحفظ وحدة سوريا وتماسكها واستقلاليتها، يجب أن يقبله السوريون، يجب أن يمهد لاستعادة سوريا لعافيتها ودورها في المنطقة، ونتجاوز هذه الحرب وتتيح أيضا العودة الطوعية للاجئين السوريين الذين تشرد الملايين منهم في بقاع المنطقة وأوروبا وغير ذلك من المناطق. بحثنا هذه القضايا بشكل موسع سواء في إطار المباحثات العربية سواء في إطار المباحثات الثنائية وأيضا مع المجموعة الصغيرة، والتقيت أيضا وزير الخارجية الروسي. كلنا يعني كل الجهود تنصب باتجاه إيجاد حل لهذه الأزمة، لأننا لا نستطيع أن نتعايش مع هذه الأزمة لفترة أطول. وبكل صراحة نحن في الأردن هنالك 378 كيلومتر من الحدود بيننا وبين سوريا، هنالك 1,300,000 لاجئ سوري، وهنالك فوق كل ذلك شعب سوري يعاني. يجب أن تعود القضية السورية لي تضع
مصلحة السوريين في مقدم كل ما يجري من حوارات ومن جهود دولية، ونحيدها ما استطعنا عن صراع الأجندات، ونجد آلية نستطيع نحن كعرب أن نستعيد دورا في جماعيا في إيجاد مقاربة جديدة تتيح لنا أن نسهم في جهود حل الأزمة وأن نحل هذه الأزمة. استعادة سوريا لدورها وعافيتها كما أشرت معاليك، هل هذا يعني بالضرورة أو يتطلب عودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية؟ نحن نريد أن نبحث عن الحل، كيف نصل إلى هذا الحل؟ هذا يتطلب أن نكون واقعيين وأن نجد ما هي السبل التي تتيح أن نسهم كعرب في هذا الحل. هنالك حوار الآن مستمر، هنالك جهود تبذل، وبالنهاية الأولوية يجب أن تكون لوقف الأزمة، ولابد كما قلت من مقاربات جديدة تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات وتعيد القضية إلى ما يجب أن تكون عليه، وهو ما هو الأفضل لسوريا، ما هو الأفضل للشعب السوري. وأعتقد إذا ما وضعنا هذين العنوانين كمنطلق وكهدف، أعتقد كل الأمور تبقى تفاصيل وتبقى كيف نصل إليه، وأعتقد أننا نستطيع أن نصل إذا ما عملنا جميعا بجدية، نستطيع أن نصل إلى توافقات حول كيفية التوصل إلى ذلك. ملف آخر مهم الأردن يلعب دور أساسي فيه، ملف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، بعد وقف التمويل الأمريكي الوكالة في وضع مالي صعب، هناك مساعي بذلتموها وأطراف أخرى لتعويض هذا الخلل المالي الذي أصاب الوكالة، أين وصلت هذه المساعي معاليك؟ وهل بالفعل بالإمكان الحديث الآن على أن هناك مصادر بديلة لتمويل الوكالة بعد وقف التمويل الأمريكي؟ يوم أمس كان بكل المعايير يوما جيدا بالنسبة للوكالة. نحن في المملكة منذ بداية العام وجهنا جلالة الملك إلى أن ننتبه إلى أن هنالك أزمة مالية تتفاقم لأونروا، وأن هذا قد يؤثر بشكل كبير على قدرة الوكالة على تقديم خدماتها الحيوية للاجئين، وأمر بأن نطلق جهدا دوليا من أجل الحؤول دون تفاقم هذه الأزمة. وبدأنا العمل مبكرا من بداية العام الماضي، نظمنا بالتعاون مع السويد ومع الاتحاد الأوروبي ومع مصر الشقيقة في شهر أذار بداية العام مؤتمر روما الذي حقق دعما ماليا إضافيا ب$100 مليون. بدأنا العام بعجز مالي بحدود $440 مليون، نتحدث الآن عن عجز لا يتجاوز $60 مليون. اجتماع الأمس بالبداية أنتج تبرعات جديدة بقيمة $118 مليون، لكن بلجيكا وفرنسا أعلنت كل منهما عن تبرعات جديدة ب$2 مليون، فالآن نتحدث عن $122 مليون تم جمعها كتبرعات إضافية أمس. الأهم من كل ذلك أن اجتماع الأمس كان موقفا دوليا واضحا لدعم الأونروا للاستمرار في دورها وفق ولايتها الأممية، والحضور والتأكيد الأمين العام للأمم المتحدة كان موجود، رئيس الجمعية العامة كانت موجودة، الكل أكد على ضرورة أن تستمر الأونروا بتقديم خدماتها، وهذه رسالة سياسية مهمة في هذا الوقت الذي تواجه فيه الجهود السلمية حالة شبه تامة من الجمود، أن قضية اللاجئين هي قضية من قضايا الوضع النهائي لا يملك أي طرف أن يلغيها، وأنه يجب أن تحل وفق قرارات الشرعية الدولية ومقدمها القرار 194 مبادرة السلام العربية وبما يضمن حق اللاجئين بالعودة والتعويض. نعتقد أن ما أنجز بالأمس كان مهما، لكن المهمة لم تنتهي بعد. نحن تعاملنا مع أزمة هذا العام، لكن ماذا سيحدث العام القادم والذي بعده؟ ومن هنا كان أحد الطروحات التي وضعناها على بالتعاون مع شركائنا أمس المؤتمر الذي نظمناه بالتعاون مع السويد وألمانيا والاتحاد الأوروبي وتركيا واليابان، كيف نجد تخطيط مالي طويل المدى بحيث نقدر ماذا تحتاجه أونروا لثلاث أربع خمس سنوات، من أين تأتي هذه المصادر، حتى لا نجد أنفسنا في العام القادم بشهر 7 و8 نسأل إذا ما كان الطلبة 500,000 طالب فلسطيني سيجدون غرفا صفية يذهبون إليها أم لا. كان يوما جيدا، لكن العمل لابد أن يستمر ولابد من الاستمرار بالتأكيد، وفي العام القادم 2019 ستصوت الجمعية العامة مرة أخرى على ولاية أونروا، وهذا يتطلب أن نعمل جميعا من الآن لحشد الدعم السياسي وأيضا الدعم المالي للوكالة لتستمر في تقديم خدمات. في الوقت المتبقي معالي الوزير، الحديث الآن عن ما يسمى بصفقة القرن أو الخطة الأمريكية أو المبادرة الأمريكية لإحياء عملية السلام، هل هناك أي ملامح واضحة
هل وصلتكم أي تفاصيل فيما يتعلق بهذه الخطة التي تنوي الإدارة الأمريكية كما قال الرئيس ترامب أن تطرحها قريبا؟ المسؤولون الأمريكيون ما يزالون يقولون بأنهم يعملون على خطة، وأنه عندما تكتمل هذه الخطة سيعرضونها، والتوقعات أنها ستكون خلال أشهر. ما نقوله نحن لم يطلعون على هذه الخطة، لكن ما نقوله أنه نريد خطة تستطيع أن تحقق تقدما حقيقيا باتجاه حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لأن أي خطة لا تحقق ذلك ستضعنا في مواجهة فراغ سيكون خطير جدا، ستقتل الأمل، ستدفع باتجاه المزيد من اليأس. نحن موقفنا في المملكة الأردنية الهاشمية واضح، الحل الوحيد للصراع هو حل الدولتين الذي يلبي حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة وإنهاء الاحتلال وأن يعيش آمنا في دولته التي يجب أن تكون مستقلة على خطوط 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس. هذا هو موقفنا وهذا ما نقوله، وأنت ترى الانسداد السياسي، رأينا ما جرى من تطورات صعبة وخطيرة في غزة اليوم، رأينا ما جرى منذ أيام في اقتحام المسجد الأقصى من أعداد غير مسبوقة من المتطرفين منذ العام 1967، ما يعني أن الوضع خطير جدا، الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر إذا لم نجد أفقا سياسيا، هنالك خطر تفجر الأوضاع، وهذا ما نقوله وهذا ما أكده جلالة الملك في حواره مع الرئيس ترامب قبل شهرين، وما أكده في كلمته التي استمعتم إليها في الأمم المتحدة، أن هذه القضية هي الأساس وأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد، ولا بد من أن نعمل جميعا من أجل تحقيق ذلك. شكرا جزيلا لك معالي الوزير أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني على وجودك معنا في استوديو سكاي نيوز عربية.